شو هلين؟ شو؟ سيخنا اللقضية يا حيرة اختل بسوين فخ أنا مو تاري ليكو عامل نسخة تانية والله ما شاء الله تواخذني يا ابني انت تعبان ولازمك ميكانيكي ها هلأ بس ثاني رايح لعده ان شاء الله تواخذني الله معك الله معك لا تنسى الميكانيكي ها تخيل يا زلمة الله معك الله معك لك هي فتحتني يقطع عمري شو دمها تقيل وغليظة مو معقول رح اموت انا اسفة ان شاء الله ما تزعلي مني شفته لهي ما قتلتي شكلك لا لا ما عم صدق تركتوها بالمكتب وهربتوا او ماي جاد دادو ما انتو كمان كلكم رحتوا هربتوا وتركتونا لحالنا معه هلا بهي معك حق انت الضحية بس يعني غيرك كان بيستاهل انه يضل صبايا الله يوفقكم انا بالزور ماسكه حالي لكن انا ميرا يصير فيني هيك يلا هلا بتلاقي حالة لحالة بالشركة بتقوم بتروح لا تاكلوا هم يا صبايا انا مرتبطة بزلمي اذا قتلته المفروض ما يحاسبوني ما هيك شوفي لك اشتهيت شي مرة واحدة كلفه بشي شغلة وما طلعني بسواد الوجه شو صاير هاد سامر دق لي من رقم غريب قال شو نسيان موبايله مع شوفيره لانسان لك خلص رهوفة حبيبتي أنا برأيي إنه تتركي الأفضل تعتبريها تجربة وما كانت هيك قلتك رهف أوعك يعطيه عنوان البيت ولي نو بليز يا عيني لعيني يا عيونك أنا حاطتك هون رعوب مو مشان تضيعني أكثر مالي ضايعة كيف بيروحوا من قدامك كيف شو بيعرفني لك حدا فايت حدا طالع ضجت ما تركزت ما تركزت على أساس أنت ملك التركيز عند الإغريق طولي بالك في حدا نسيان موبايله شكله كأنه كان معه نسيان موبايله إيه؟ يا عيني ويا ليلي ممتاز وصلنا معناته هلأ أكيد بده يتصل مشان يستفقد موبايله ترد عليه وتفهمني منه القصة والشغلة وكل الطبخة مفهوم السلام عليكم عليكم السلام أهلا شو رجعك قلي معقول اشتقت لي أكيد لا نسيت وصل تصليح اللابتوب رح اخده وروح ما بعطلكم ايش عليه ناخده سوا بس انا كان جاي عبالي اسألك سؤال مدموزيل هلا شو يعني كاركتر يعني انا ليش ما حدا فينا عم يحكي معي شو دخلني انا ما كنت بعرف مرمورة حبيبتي شو بدك شو خلص هلا بيناموا بكرة الصبح بفيقوا نسيان يمكن للسيرة المهم هلا انه خلصنا منه بس نحن ما خلصنا كل شوي تطلع لي من اكاونت انا انسام لك يقطع عمري شو غليظة ايه طبعا عرفتك لك ليك بغرفتي انا هلا فتت لعندك انسام لك سبك عم بمزح هات سامت يا حبيبي ابسم رأي يقطع عمرك شو غليظة عم اقفل على ميرا وانتي كمان يقطع عمرك يقطع عمركم فيكم والله بتستاهلي بتكون هلا هلا كشرت عن انيابها يا ريت كانت معنا من الاول بس يا ترى كيف قدرت تخلص منه هلا مساله تخليك كيف قدرتي تخلصي منه شو عملتي مقطوع نفسها يا حرام لا خلاص روحي بدي سكر الشركة هي وافقت دغري طبعا لا حاولت تتغالظ بس انا دغري قلبت على الخط الثاني وسكرت القاطع الرئيسي تبعي برافو عليك لك ما قلت لك حتكشر عن انيابها لك مو بس هيك كانت اخذة موبايل سامر معه انا اخذته منها وعرفت عنوان البيت قلت لها انه انا مو من المنطقة وما بعرف العنوان برافو عليك بس يعني من كتر ما لزقت قلت لها تجي تشوفكم بكرة الصبح او ماي جاد بكرة ضوين تحملها وين تشوفنا بالمكتب ولي لا غلطان ماني طالبة شي ايه شكرا بونجور بونجور اجت رهف وخبرتني اذا الصبايا قرروا اليوم يعملوا الدي اوف خي مشان ارجع معه فرطانة والله يما افقفك
خلصيني من هذا عم يدقلي كل الوقت. مين؟ قال انا طالبة ما بعرف شو. ردي الو اهلين. ايه تليفون ميرا تفضل. اوكي يلا هلا انا بخبرك. هلا باي. قال هدول شركة الاعلانات اللي عملتي لهم اعلان الاسبوع الماضي، انت طالبة من عندهم جينز وبعتوا لك اياه مع الشوفير اللي بعتي لهم اياه. جينز؟ انتي اكيد غلطانين. خلونا نجرب نعمل تصويت واللي بيتفق عليه الأكثرية نعمله. انا موافقة. من جهتي انا بصوت للقعدة بالبيت. هلا بقوم بطبخ لكم طبخة طيبة وبنقعد بنحضر موفي وبناكل وبننبسط. والله اذا نور بدها تطبخ انا بدي ضل بالبيت. ايه لا حبيبتي انا طق قلبي من البيت، مو حاجة ما خليتونا ننزل على الشغل. ما بدي، بدي اطلع. معناها صوتين للقعدة بالبيت وصوت للطلعة دندون، وانا بضم صوتي لصوت دندون. بالله شو هلا شو استفدنا؟ يعني صوتين للطلعة وصوتين للقعدة، رجعنا من البداية. وزينجو رينجو ما رح تاخذوا رأيهم؟ حبيبتي زينجو رينجو هلا بيطلعوا آراءهم عكس بعض، بنرجع لنفس القصة. هدول التنتين شكلهم رح يقضوها نوم، رايحة اتخارق معهم. رهوفتي ويت، فكري ثانيتين قبل ما تعطيني جواب، اوكي؟ لأنه رأيك هو الحاسم. يا الطلع برات البيت والتسلاية والفرفشة، يا القعدة بقلب البيت وعلى نق وسق. يعني انت هلا هيك عم تخيريها؟ انت هيك عم بتوجهيها؟ لا بصراحة أنا حابة نطلع بدون ما حدا يخيرني، يعني طق قلبنا من البيت. يس رهوفة حسمت الموقف. برافو رهوفة، هيك بدي اياكي دائما. يلا صبايا قوموا جهزوا حالكم، وانت طلعي لفوق وجيبيها للصبايا اللي فوق من شعرهم. ايه لحظة شوي، خلونا نعمل تصويت على الطلعة. يعني مثلا وين نروح؟ خلص إناف تصويت، انتفخ قلبي. رهف يلا روحي لاقي لك حل مع هدول الاثنين. ولا يهمك، عندي الموضوع، ملكة الحلول، رح جيب لك اياهم من شعراتهم. رهوفة ويت حبيبتي، ليكي بتنبهي الصبايا انه ما يردوا على اي رقم غريب عشان ما تطلع لهم هي الغليظة من شي رقم. ولا يهمك عندي. شكرا. اي بطلت ستي ستات انسان ربيع الغالي للمرة الثانية على التوالي بزنس وما وسيدة مجتمع من الطراز الرفيع. هربتوا مني مو؟ هي على قطعتكم. مرمورة يعني انت ما كنت بتعرفي ان هي كل هالغليظة؟ بعدين الفيس والانستا يعني شو بصير لو بيحطوا هيك اشارة على النص سألة مثل ما بيحطوا هي اشارة التوثيق الزرقاء؟ لك بتعرفي مو تعرف كيف اجت لهون. تفضلي. شو هاد؟ بنطلون جينز هو اللي جاب انسام لهون. كيف يعني؟ تواصلت مع الشركة اللي عملت لهم دعاية الاسبوع الماضي وقالت لهم انه انت موصي على بنطلون، عم عطوها البنطلون والعنوان. هدول نفسهم اللي دقولي اليوم. يخرب بيت على هالفكره، لك حتى بالذكاء غليظه. ما عم تصدق شو سميكه، ما بتنبلع ما بتنحمل. ما اغلطنا زعلنا المشوار.